الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بين ولقد خلقنا السماوات و... ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخلود. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين لإخوانهم ال... يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. السؤال الثالث والأخير، اقرأ من قول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تستعجلون ثم يقال هذا الذي كنتم به تستعجلون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بارك الله فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قرأت قوله تعالى يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون عين ابن المد على الأرائك نع المد على
على الأرائك ينظرون. ما نوع المد؟ إخفاء. المد. المد الإخفاء. بارك الله فيك. Okay. Oye abadde omubbinkanyi waffe abadde asembera ddala mu nkala akanyomero k'okusoma Quran. Judges, should we call these people for Sila or because of time, eh? Tugenda kubanga tubakomyawo ate mu abasoosewo okulabika nti muvuganya ate mu mutendero gwa Sila. Ne. Manji. Njagala kuddamu okubanga nyaniriza eyasoose mu studio.